ستشهد مواجهة الترجي والزمالك صراعات ثنائية بين نجوم الفريقين، ويبرز اسم الليبي حمد الهوني كأحد أسلحة الفريق التونسي، فيما يملك الزمالك ورقة رابحة تتمثل في المغربي أشرف بن شرقي. كلما ذكر اسم الترجي تبادر إلى الذهن نجمها الأول حاليا حمد الهوني، ورث النجومية عن يوسف بالليلي واستفرد بها حتى قبل رحيل أنيس البدري. الجناح ذو 28 عاما يشكل أخطر أسلحة فريق الدم والذهب الهجومية، يمتلك كل مقومات المهاجم المتكامل، سريع الانطلاق، مهاري في المواجهة الثنائية، ذكي في التمركز وقراءة اللعب، ومتميز في إنهاء الهجمات. قدم أوراق اعتماده لمن لم يكن يعرفه خلال مونديال الأندية، ثلاثية في مرمى السد، رقم لم يحققه من قبله أي عربي. استطاع الهوني فرض نفسه رقما صعبا ضمن تشكيلة الشعباني، في ظرف عام لعب 39 مباراة أحرز خلالها 11 هدفا وساهم في صنع العديد منها لزملائه. هو محرار الفريق، كلما تألق بدا الترجي أقوى. يرى الهوني الدوحة طالع خير، ففيها تألق موندياليا ومنها يريد العودة بالسوبر. يتقاسم معه أشرف بن شرقي الهدف ذاته. المغربي أضحى في وقت وجيز معشوق جماهير الزمالك. ابن مدينة تازة وسط المملكة المغربية لم يحتج الكثير من الوقت كي يفتك الرسمية داخل تشكيلة الفرنسي باتريس كارتيرون، ومحور هجمات القلعة البيضاء ومدبر الخط الأمامي. من مركزه خلف المهاجم الصريح يصنع ويهز الشباك. في نصف موسم بلغ رصيده 10 أهداف، منها 5 في دوري أبطال إفريقيا، ساهمت في بلوغ الزمالك ربع النهائي. في 26 بلغ بن شرقي سن النضج الكروي. إفريقيا سبق أن تذوق طعم التتويج بأغلى الألقاب حين قاد الوداد البيضاوي نحو تاج دوري أبطال إفريقيا عام 2017، وفي الدوحة يرغب في اعتلاء عرش القارة مجددا من بوابة كأس السوبر. نعود مرة أخرى مشاهدينا على مولود مذكر محلل بقنوات بي إن سبورت. الكثير من الأسماء تحتوي على تشكيلة الفريقين، الأسماء اللامعة الأسماء الكبيرة، ولكن بالتأكيد حمد الهوني وأيضا أشرف بن شرقي ستكون أساميهما إضافة للترجي وأيضا إضافة للزمالك. بالفعل حمد الهوني لاعب مميز داخل الفريق الترجي التونسي، اللاعب أصبح من اللاعبين المميزين على مستوى خط الهجوم، اللاعب مؤثر من خلال 39 مباراة استطاع أن يسجل 11 هدف ويصنع مجموعة من الأهداف. يعني نتكلموا على الحمد لله لاعب عنده امكانيات كبيره، وبنفس الشيء بالنسبه للاعب أشرف بن شرقي، لاعب نعرفه لما كان في فريق الوداد البيضاوي وعنده تجربه على المستوى الافريقي. اذا غنشاهدوا لاعبين مميزين على مستوى خط الهجوم، وبالتالي ممكن نشاهدوا مباراه مميزه من الناحيه الفنيه، خصوصا على مستوى خط الهجوم وعلى مستوى التهديف. وبالتالي فالفريقين يضمون لاعبين مميزين، خصوصا لفريق الترجي الرياضي التونسي. كما قلت لك اللاعب فهو خسر المباراة السنة الماضية، يريد أن يفوز في هذه المباراة. نفس الشيء بالنسبة لفريق الزمالك، يتمنى أن يكون مميزا، وخصوصا في وجود المدرب كارتيرون اللي عنده تجربة في هذه المباراة بخصوص، خصوصا السوبر كوب الإفريقية. وبالتالي أعتقد ستكون المباراة صعبة من ناحية تكتيكية. ممكن الفريق سيكون من هو الفريق الذي سيحاول على شباكه، ثم ممكن يستغل الفرص المتاحة. أنت برأيك من المدرب الذي سيعمل على توازن محافظة في تشكيلته، ولربما لا يريد الاستعجال بالمبادرة الهجومية أو سيكون مغلقا للمنافذ في الخلف؟ أتوقع بأن المدربين سيلجأان إلى التوازن، لأن كرة القدم العصرية يجب أن يكون الفريق متوازن إذا أراد الفوز في المباراة. وبالتالي التوازن ما بين الشق الدفاعي والشق الهجومي. وأعتقد بأن فريق الترجي الرياضي التونسي ممكن عنده تجربة وعنده مباريات سابقة ممكن يستفيد منها، خصوصا المدرب الشعباني. وبالتالي أعتقد بأن جزئية البسيطة والمهمة هي على خصوصا على مستوى استغلال الفرص لكل فريق هو الذي سيفرق في هذه المباراة دي. وكما قلت فالتوازن مطلوب من المدربين، ولكن يبقى التنفيذ للاعبين. نتمنى أن نشاهدوا مباراة على المستوى الفني تليق بسمعة الكرة العربية، خصوصا شمال إفريقيا. الفريق العربي على مستوى شمال إفريقيا وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي أصبح مسيطر، لا على مستوى الأبطال ولا على مستوى كأس الاتحاد الإفريقي. نشاهد تقريبا من خلال ست سنوات الأخيرة دائما
دائما كنشاهدوا الفرق العربيه في النهائي، وهذا شرف للكره العربيه، وخصوصا المباراه تلعب بالدوحه، دوحه او عاصمه يعني الترجي اعتاد على التواجد في الدوحه يمكن اكثر من الزمالك. هذا شيء طبيعي بالنسبه للفريق الترجي، فهو عنده تجربه الان في الدوحه على مستوى كاس العالم للانديه وايضا على كاس السوبر على مستوى الكاس السوبر الافريقي، وبالتالي فهو ممكن عنده اجواء اكثر من فريق الزمالك، لكن نتمنى ان يكون الفريقين في مستوى الحدث في مستوى الكره العربيه. مولود مذكر محلل بقنوات بين سبورت، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. رسميا تشيلسي يضم حكيم زياش. أعلن أياكس أمستردام اليوم الخميس توصله لاتفاق رسمي مع تشيلسي يقضي برحيل الدولي المغربي حكيم زياش لصفوف البلوز عقب نهاية الموسم الجاري. وقال أياكس أمستردام عبر موقعه الرسمي: قيمة الصفقة تبلغ 40 مليون يورو، ويمكن أن ترتفع إلى 44 مليون نظرا للمتغيرات الإضافية. وكان زياش يرتبط بعقد مع أياكس حتى صيف 2022. نجم أسود الأطلس لعب لأول مرة بقميص النادي الهولندي يوم 11 سبتمبر 2016، وخاض منذ ذلك الحين 160 مباراة رسمية مع الفريق مسجلا 49 هدفا. وسطع نجم زياش بشدة مع أياكس في الموسم الماضي عندما قاد فريقه للفوز بلقب الدوري وكأس هولندا، بالإضافة لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد وجيفونتوس.